مشاهدينا من جديد لليوم بحييكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا الى لقاء جديد بيسرني من خلاله اتعرف انا وياكم على فيلم سينمائي جديد، فيلم طبعا قصير بيحمل عنوان سلوى. المخرج السينمائي يوسف الفضلي، صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيك معنا باستديوهاتنا يوسف. يعني حضرتك طبعا ناشط بالمجال السينمائي، مجال الاخراج، عندك اكثر من عمل كان كاداره تصوير او كاخراج سينمائي، يعني بهذا التفاصيل قبل ما افوت بفيلم سلوى وليش سلوى تحديدا، وقبل ما اروح انا وياك ايضا الى الافلام القصيره، اليوم شو وضع السينما بكل الفوضى اللي عم نعيشها؟ والله شوف، وضع الانتاج خلينا نقول بشكل عام بتشوف انه في تحسن بالانتاج كانتاج، عم نحكي مش بالمستوى شو عم بيتقدم، نتيجه فرق سعر صرف الدولار، هالامور هي لعبت دور كثير انه جابت ناس من برا يقرروا انه كيف، يعني في منتجين اجوا من برا على لبنان يشتغلوا هون بالانتاجات المشتركه اكثر شيء، يعني حتى اذا منراقب على بعض المنصات يعني عم بيصير في كثافه بانتاج المسلسلات القصيره اللي خمس حلقات وست حلقات، مسلسلات منصات تحديدا ايه، فهذا شوي يعني حرك الامور. بالاخر نحن عايش بزمن الانترنت والسوشيال ميديا، صحيح يعني صحيح، يعني خلينا نقول انه الناس اللي بتشتغل ميديا اجت من برا على لبنان، خاصه عم نحكي عن المحيط العربي، يعني صحيح. عم نحكي عن دول الخليج، عم نحكي عن سوريا بنفس الوقت، كثير منتجين اجوا على لبنان تا يستفيدوا بالعربي المشبرح من فرق الصرف اللي نحن عم نعيشه. ايه، وهذا حرك اذا بدك هيدي الصناعه بلبنان، يعني اذا بدك نحن صار فينا نقول انه نحن بلشنا ننحط على المسار يلي بخلينا نقول حيصير عنا صناعة جدية، يعني نتيجة انك انت عم تكتسب تجربة مع الاخر وهو عنده تجربة اذا بدك اكتر منك صناعيا هم متقدمين اكتر منك كصناعة افلام وصناعة سينما، صناعة الدراما تحديدا 100%. وبدي اقول لك شغلة زيادة، يعني حتى انه موضوع المبادرات زاد نتيجة اذا بدك كورونا، يعني المبادرات بانتاجات مستقلة كمان بتلاقي فيه كثافة بهذا الموضوع، يعني بتشوف انه هذه الظروف هي فرصة بمحل المحلات للدراما للسينما لكل شيء انتاج اذا صح التعبير. صحيح، بس بضل في انه بضل لك تقول انه هلا اوكي كنا بنعرف وضع البلد، بس بتحب تشوف انه النقابات عم تتحرك اكثر لتحمل الممثلين التقنيين الفنيين، يعني هذه صوره بنحب نشوفها، بس اي متى رح نشوفها؟ هون للاسف ما بنعرف، يعني مع احترامنا للنقابتين أكيد. يعني اللي بنحترمهم وبنحترم اعضائهم، ولكن في حقيقه واضحه، يعني في هذا حمايه الممثل، حمايه المخرج، حمايه صحيح. كل العاملين بهذا القطاع بدها، هذه بدها حلقه لوحدها. الى سلوى الانتاج الاخير، فيلم سينمائي قصير، ليش سلوى؟ مين سلوى؟ شوف، سلوى هو ما كان، انا وعم بشتغل بعرف شوي عن الفيلم، انا وعم بشتغل فيلم ما كنت الخطه اسميه بالاول سلوى، نحن وعم نكتب السيناريو، بعدين لما قررت اختار اللوكيشن وانا صورت حد سينما سلوى، وسينما تحديدا يعني سينما سلوى، لانه سينما سلوى هي شاهد اذا بدك سينما سلوى وين؟ خلينا نفسر للناس، بيروت منطقه البربير، بيروت منطقه البربير، انت فعليا ما بقى عم بتشوف اذا بدك، انت هلا حاليا عايش بسينما المول وبس، يعني انت اذا بدك تروح على سينما صحيح، بنحكي قبل الكورونا يعني تحديدا بشوي سنوات اللي فاتت، من التسعين وما فوق اصبح طبعا السينما مرتبط بالمول بلبنان، يعني بالمول واضحين، فهيدي السينما تاعت اللي انت بتشوفها مثلا بشارع بحي مثل سينما بيروت بطلت موجوده، وبنفس الوقت صارت يعني في حدا مش ضد ولا مع الخبريه يعني هلا، بس انه في حدا اخذها ومسكرها وحاطط انه بعده اللوجو القديم تبعها او الارما تبعيتها القديمه سلوى، وصارت الغطايه بوراق قديمه هذا الاساس، فصارت تشبه العاصمه بمحل من المحلات، يعني بتشوفها هي صرح سقاف المفروض وصرح بجيب الناس مسكر بسبب طمع خلينا نقول بطريقه معينه. هلا لك منه مثلا، بس اذا هذه النقطه ضروري نناقش فيها، لانه يعني دائما بنقول في طمع سكر السينما او دور ثقافي معين، بس بالاخر في سياسات منتهجه من الدوله بشكل عام اقفلت كل هيدي، يعني خلينا نكون واضحين، يعني صحيح. يعني اليوم اخر شيء في حدا بده يستثمر، يعني مش دائما يعني المستثمر هو الحق عليه، هو بس خليني اقول لك شغله، انا اول مش زلمه يعني اول شيء بدي اشبك، هلا بدي اقول شيء بس انه الفيلم منه عن السينما، ايه لا لا يعني هو جدا مهم، يعني ايه بس بدي اقول لك شغله، انه انت لما تكون صار لها 10 او 15 سنه مسكره بس طب ليه؟ ليه؟ انه انت ما في شيء حيضر، يعني حتى يمكن صدقني نحن، انا امبارح كنت عم بشوف مقابله للممثل الكبير فادي ابي سمره بيقول انه
المسرح كان حيسكر اللي تماما نجحوا يجيبوا دعم لحتى يحيوا. يعني اذا بنعطى فرصه لرواد الثقافه لبعض الناس الناشطين بهذا المحل بينجحوا يعيشوا يمكن بس انه تسكروا بس لانه انت بدك تسكروا لاي مشروع. طب ما حدا قبل في عنا كمان تجربه يعني على مستوى الثقافه عم بحكي تجربه استوديو بعلبك طيب كمان انه المفروض الدوله كانت تحط ايدها عليه. بكل الاحوال هيدي هون لابد من الاضاءه على سياسات عامه بتحمي هيدي الاماكن وبتعززها وبتزيدها وبتطورها. يعني احنا اليوم بدنا دوله تهتم بالشق الثقافي مثل ما يجب. يعني وهون لب المشكله. انا برايي المشكله منا هيدا سكر وهيدا استثمر وهيدا اشترى. مزبوط. مش الاساسيه بدوله بتهتم بالقطاع الثقافي مثل ما لازم تهتم تمارس دورة الرقابة على الأمور. تماما نرجع لسلوى الاسم من هذا المكان من هذا المكان ومن إذا بدك كمان الاسم مرتبط أنه شيء أنت وصغير يعني أنت بتمرق أنه حد سينما سلوى وهيدا الموضوع يعني أنت وصغير بتشوف السينما والفوتي والضهرة رغم أنك تقدم أفلام مش هالقد آخر فترة. المهم فأنا عم بحكي عن بالفيلم عن إذا بدك التبعية مش تبعية خلينا نقول النتيجة نتيجة انك انت تكون تابع لسلطة دينية من دون ما انت تفكر. وانا مش عم بهاجم الدين يعني نكون واضحين سبحان الله نفهم هيك. الفيلم بيحكي عن بنت صغيرة بيها بيخسر رزقه موبيلات بالضبط اللي هي دليفري كانت بالنسبة له. والبنت عندها صباطة انخزق بدها تروح فيه على المدرسة. طبعا هو ببيع القصص بتنبيع قدام بوب الجوامع مسابح وخواتم والقصص. بيلجأ لرجل الدين بيقول له انه فيك تساعدني منشان نجيب لها شوز. بكون عنده جواب فيك تساعدني عشان البنت بعد البنت بتتكلف لازم تتحجب. فبيقول له فيك تساعدني عشان جيب لها حجاب. بنشوف النتيجه بالاخر شو بتكون. يعني هون عم تحكي عن التبعيه او العلاقه ما بين رجال الدين وبين الناس وبين الدين والناس. يعني هذه الاشكاليه خلينا نقول جدليه التناقض بين انت شو فكرك المفروض يقول اوكي وانت شو بتعمل. يعني بس مش بس عم بحكي انا حتى عن البي والاخذ منه الموبيلات لانه ليك هي والكل بيتحمل المسؤوليه. صحيح. والنتيجه هو الجيل هي سلوى النتيجه. عرفت؟ انت قدمت نموذج او عم بتعمم من خلال هذا النموذج. يعني هون الفرق. هل فينا نعمم بعلاقه جدليه بين المواطن والدين؟ يعني طبعا ما بتبين كاني مدافع عن الدين لا لا يعني بس لا انا عن جد بالله انا لو شوف انا عندي اقول لك شغله انا لو فعليا عندي شيء على الدين بهذا الفيلم كنت بقول انه انا عندي هذه النقطه تماما عم بطرحها للسؤال. بس انا عن جد مش هيك. انا بقدم صوره مثل ما هي وانه كل بدي خبرك شغله انا عاطي لا ما بدي بينه عم سوق كثير لحالي بس انا لما تحضر الفيلم انا كثير عاطي مساحه انت كمشاهد تقرر. يعني انا حتى فتش تفكر انا مش اخذ دور انه انا بدي اقرر عنك انت ما بدي افرض عليك نظريتي انا 100% بس انا عم بقول لك شغله في نوع من هذه المصطلحات شوي القديمه. يعني اذا بدك تعرف رأس مليت الفقراء البسيطين هيدول مثلا انه صاحب الموتور شو حيكون هو كمان بسيط وكمان بده يطعم اولاده واللي عم بيشتغل عليه هو عم بيجيب ويشتغل عليه كرمال تماما بنته. طب ودوره هيداك المفروض يكون انه داعم بمحل من المحلات بينصح يعني اكيد عنده او بده ينقي الطريقه الصح لانه كيف يساعد. عم نحكي عن رجل الدين. عرفت؟ فانت لما تحضره للفين صدقني بتشوف انه انا حقرر هذا الشخص شو عمل مش انا فارض عليك انه هو شو صار وقادر تفهمها بالمساحه. نعم يعني هيدي الجدليه عم تقدمها بمحل من المحلات هي نفسها بكل الاحوال. يعني انت لو قررت تعمل هذا الاسقاط عند مع رجل دين مسيحي كنت شفت نفس الجدليه بالبلد. انا ليك حقلك ما في الدين منه والله لانه مثلا انا ما عم بحكي موضوع مسلم ومسيحي صدقني كلهم يعني لو يصلح بعضه بالاخر ومش لا وبدي اقول لك مش ضد الدين. يعني لما تعدل فيه منه ضد يمكن مش ضد يعني بس معالجه او قراءه لشو بيصير بي ما عم اتهمك بشيء انا بالعكس يعني عم حاول قد ما في هيك نقرب هيدي الجدليه ونقول انه فعلا موجود في يعني الاساوي اوقات تخشي قلوب يعني بعض رجال الدين. يعني هذا اللي عم بحاول انا اقوله ابدا ما عم بهاجمك هذا شيء واقع وحقيقي ومش خايفين نقوله انه في بعض رجال الدين عندهم اساوي بيكون قادرين يساعدوا هيدا اللي
اللي راس مال وهالقد ليك مش موضوع خوف بس اذا نحن اذا نحن ليك بدي اقول لك كل الناس بتعرف لا ده مش موضوع ليك حقول لك شغله اذا صدقني اذا بعد نحن بكل شيء عم نخسره بالبلد بدنا نخسر بعد انه نناقش ونقول افكارنا مثل ما هي مع انه ما كل العالم ما بتقدر تقول صدقني هذه اخر الدنيا بتكون تماماً يعني تماماً تماماً بعد ثوره وبعد كل احوال نحن كنا بنتمنى نشوف تريلر ولكن كان في مشكله بالكهرباء مثل العاده حرقت اللابتوب يعني ما مش اللابتوب حرقت اليو بي اس والكمبيوتر اللي بيشتغل عليه الاساس يعني هلا بعتذر يعني عن جد الحمد لله على السلامه هذه الايام حريقهم هول صعب يعني صحيح كثير الفيلم انتاج يعني مش انه انا لما عملت بس بدي اقول شيء انه الفيلم ما في حدا مموله او شيء انا كان انت اشتغلت انتاج من الاول وبشكر كل حدا كمان وقف حدي فيه يعني في ناس حتى في كرو يعني بهذا العمل من هن الكرو معروفين انا حقول لك في يعني هن مش ناس مشاهير بس بحب اشكر كل واحد بوحده وقف حد فيه للفيلم وايمن فيه يعني وحتى من دون صدقني من دون مقابل مادي انا الاساس الفيلم هو بس بدي يعني الفكره الاساسيه صراحه هي كان بالنقاش مع الوالد يعني فكمان بحب وجه له تحيه كثير كبيره يعني نعم 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 فتحيه لكل الشغل وبهذا العمل لحتى يوصل لهذه النتيجه اللي وصل لها، الفيلم القصير واهميته يوسف لو سمحت يعني اليوم نحن بزمن سريع بزمن بدنا اشياء فكره نفهمها على السريع توصلنا على السريع، قديش الفيلم القصير بيحكي فعلا هذا الزمن؟ شوف باي فيلم قصير طويل هو اي فيلم مبني على شغلتين انه انت عندك يكون قصه منيحه الشغلة الثانية أنا كيف حأروي لك هيدي القصة كصانع لهذا الفيلم؟ الفيلم الأصلي المفروض هو يجي يحكي لك عن موقف من دون ما يحط لك الخطوط الثانية اللي ممكن صحيح بالفيلم الطويل مفيدة بس بالفيلم القصير إنه حد يعني ما عندي خطوط متوازية بتمشي مع بعضها لنوصل لنتيجة واحدة، عندي فرد خط من أوله لآخره إيه وممكن يكون في خطوط إذا بدك يعني بسيطة وخفيفة على قد ما هو مثلا صغير بيكون مثلا نحن بنحكي الفيلم القصير من دقيقة للعشرين تقريبا تماما كثير وقت قصير انت بدك توصل فكرة هون انت في تشالنج في تحدي انت عم بتكون فيه اهميته انه انت عم بتوصل فكرتك بشكل سريع واهميته ترافقت مع السوشيال ميديا عرفت يعني انه يمكن قبل زمن السوشيال ميديا ما كان هالقد حيكون له ترويج بين تماما تماما بين الناس الاحوال يعني فيلم القصير موجود بالسينما من قبل يعني مع وجود السينما يمكن ومع تطورها انوجد الفيلم القصير ولكن كان عنده حيز يعني كنا نشوفه اكثر بيروح الى المسابقات الى المهرجانات فيلم القصير يعني فيلم للمثقفين للنخبة اليوم اكثر بلش يتروج له اكثر مثل ما قالت مع السوشيال ميديا طبيعي وفي شغله بدي اقول لك اياها بعدين المعدات اللي عم تفرق المعدات عم بتذنب مع الكاميرا عم تصير اصغر اسهل بكثير يعني ايه. اليوم بكل حال فيك تعمل فيلم قصير من تليفونك من تليفونك معك تليفون يعني متقدم سمارت يعني مثل ما لازم وعندك كل التقنيات الموجوده فيه اللي فيك تضيفها انت عليه فيك تعمل فيلم قصير كامل متكامل بتليفونك وليك عم نفوت بخبريه الون مان شو نتيجه شغلتين العالم كله هلا عم بيعيش بزمن اللو بادجت صحيح مش بس لبنان يعني كل العالم كل العالم تماما بيعيش بزمن اللو بادجت اجت هيدي المعدات لعبت هيدا الدور والسوشيال ميديا كانت منصه ممتازه للمخرجين وصناع الافلام القصيره انهم يسووا افكارهم وافلامهم والسينما بلشت بفيلم قصير هيدي بس بدنا نشير لها خوان لوميير يعني بكل بالضبط فيلم قصير كان بوقتها يعني كان دقيق جدا معدوده وانطلقت ولكن بعدين تروج لها اكثر كسينما روائيه يعني بتاخذ فيلم طويل صحيح. وبعدين رجعت تلعب بلعب الامور انا بدي لك اهلا وسهلا فيك معنا الف مبروك سلوى والى مزيد من الانتاجات ان شاء الله والنجاحات بكل الصعود كانت اخراجيا او باداره انتاج او ايضا اداره تصوير مثل ما شفناك باعمال اخرى اهلا وسهلا فيك معنا يوسف الفضلي المخرج السينمائي شرفتنا شكرا لك مشاهدينا